هكذا أيها الحفل الكريم، أيها المشاهدين الأعزاء، لا زالت تستمر أشواطنا شوطا تلو شوط. نسير مع شوطنا السادس للبكار المهجنات الأصائل على بركة الله. نسير مع البداية ونسير مع اللي تستفتح الإذاعة. هنالك زعفرانة من تستفتح إذاعة هذا الشوط، محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يستفتح الإذاعة، وثاني المراكز هنالك حضور حمد بن مطر بن حمد بن مصلح الإحبابي من وصل في ثاني المراكز، وثالث الوصول سلسال هنالك في ثالث المراكز حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري من وصل في ثالث المراكز، رابع المراكز اعتدال حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري من وصل في رابع المراكز، وخامس الوصول وجد هنالك عبيد بن سعيد بن منانة الكتبي من وصل في خامس المراكز، سادس المراكز سادسا هنالك فدى محمد بن حران بن سعيد الجابري من وصل واحتل في خامس المراكز. هكذا أيها الحفل الكريم أعلننا الست المراكز، ونعود مع البداية، نعود مع زعفرانة من تستفتح الإذاعة وتغود هنالك السرب الأول، زعفرانة محمد بن سهيل بن عويضان العامري من تسيطر على البداية، وهنالك سلسال في ثاني المراكز حمد بن محمد بن سهيل العامري من وصل في ثاني المراكز، ثالث الوصول كذلك حضور واصلة حمد بن مطر بن حمد بن مصلح الأحبابي، ورابع المراكز مراكز هنالك اعتدال حمد بن غانم بن سلطان الهديفي من وصل في رابع المراكز، وبن منانة في خامس المراكز، وجد عبيد بن سعيد بن منانة الكتبي من وصل في خامس المراكز، سادس المراكز كذلك لا زالت من واصل في خامس فهدى محمد بن حرام بن سعيد الجابري. ناخذ الأسماء ونعود مع المقدمة والصدارة، نعود مع البداية، نعود مع زعفرانة محمد بن سهيل بن عويضان العامري من تسيطر على البداية والصدارة هنالك على بداية هذا الشوط. هكذا أيها الحفل الكريم، لا زالت من تغود البداية، هنالك زعفرانة على البداية
والصدارة محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يسيطر على بداية هذا الشوط، وثاني المراكز هنالك الوصول من وجدة واعتدال محمد بن غانم بالسلطان الهديفي من وصل في ثاني المراكز، ثالث المراكز سلسال حمد بن محمد بن سهيل العامري من وصل في ثالث المراكز، وهنالك الوصول من قبل وجدة اللي وصلت عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي من وصلت على رابع المراكز، خامس الوصول، خامسا هنالك حضور في خامس المراكز حمد بن مطر بن حمد بن مصلح الاحبابي، وسادس المراكز هنالك وصل بن زيتون واصل في سادس المراكز. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة والصدارة، نعود مع زعفرانة من تغود البداية، هنالك محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يسيطر على البداية والصدارة، من يغود السرب الأول هنالك بن عويضان راح مع زعفرانة على البداية، ووجد واصلة عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي من وصلت في ثاني المراكز، سلسال في ثالث المراكز حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، رابع المراكز هنالك الهديفي اعتدال حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، خامس الوصول، خامسا هنالك من وصلت هنالك حضور حمد بن بطر بن حمد بن مصلح الأحبابي. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة والصدارة، نعود مع زعفرانة من تسيطر على البداية والمقدمة، هنالك محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يسيطر على بداية هذا الشوط، من يغود السرب هنالك مع زعفرانة محمد بن سهيل بن عويضان، وثاني المراكز سلسال، ولكن خلاص راح بن عويضان راح على البداية، راح بن عويضان زعفرانة على بداية هذا الشوط، والعصاف الابطان قدم لنا هنالك العزومة، ويقدم لنا هنا زعفرانة محمد بن سهيل بن عويضان العامري، يريد أن يضيف النقطة الثانية في صباح هذا اليوم مع زعفرانة محمد بن سهيل بن عويضان العامري، راح أصدر الأوامر هنالك، بدأ يتكلم بالسماعة وراحت زعفرانة، راحت محمد بن سهيل بن عويضان العامري. شكرا يا ابو تميم احمد بن راشد الغيلاني، من يتابع هذا الشعار، من يتابع زعفرانة محمد بن سهيل بن عويضان العامري، لحظات الفوز والانتصار هنا مع زعفرانة من تسيطر على الشوط وتهدي الناموس الى محمد بن سهيل بن عويضان العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. ثاني المراكز هنالك من وصلت في نوفا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ثالث المراكز سلسال حمد بن محمد بن السهيل العامري. تهانينا والناموس، التوقيت الزمني 8 دقائق و25 ثانية.